اليوم الجمعه مقرر ان يكون المداوله ديال في الطلب ديال الصرح المؤقت في الغرفه الاستئنافيه ديال غرفه الجنايات. الى هذه الساعه المحكمه ما نقاتش في الامر ديال التشفيه الى ربما الى اخر جلسه. بخصوص كنت بخصوص الخبره كنت سولتوني في المره الاخيره بخصوص الموقف ديالنا من الخبره، قلنا لكم بان احنا الخبره ما قريناهاش وما طلعناش عليها. بعد دراستنا الخبره عندنا مجموعه من الملاحظات اللي هي شكليه. المساله الاولى انه خصنا نوضحوها ان الخبره هي منصوص عليها في الماده 295 من قانون المسطره الجنائيه. هذه الماده تحيل على المواد 194 195 198 الى غايه الماده 208 من قانون المسطره الجنائيه. الماده 195 تقول بانه يعين الخبره خبير مسجل بجدول ديال الخبراء القضائيين. واذا تعذر ذلك يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليه في الماده 345. السؤال الذي يطرح، هل من قام بانجاز هذه الخبره الدرك الملكي هل قاموا باداء اليمين كما هي منصوص عليه في الماده 345؟ هذه هي نقطه يعني مساله اوليه وشكليه، هذه ملاحظه شكليه. هل هاد الناس هذو اللي داروا هذه الخبره هذه واش اداوا اليمين ولا ما اداوهاش؟ الجواب لم يؤدوا اليمين. غادي يقول شي حد قد يقول القائد يقول لي بانه راه هاد الناس عندهم صفه ضبطيه. حنا نقولوا لهم بانه الدرك الملكي عندهم صفه ضبطيه فيما يقوم به من عمليه فيما يدخل فيه عمليه ضبط الشروط القضائيه، وليس له صفه ضبطيه انه مثلا مؤدي اليمين فيما يخص يتعلق بانجاز خبره. انجاز خبره امام في خلال مرحله المحاكمه هي مسطره خاصه، يجب على من يقوم بانجاز خبره ان يؤدي اليمين كما هي منصوص عليها في الماده 305. هذا لم يتم، وبالتالي فانه يفرغ هذا التقرير من محتواه. الملاحظه الثانيه اللي عندنا على هذا التقرير الخبره ان الماده 202 من قانون المسطره الجنائيه كتنص انه على قائد التحقيق او القاضي الذي تعينه المحكمه عليه ان يحصي في محضر الاشياء التي سوف تحال على الخبراء، وعلى الخبراء ان يضمنوا بتقرير الخبره ما قاموا بفتحه او اعاده فتحه من الاختام. بعد الاطلاع على تقرير الخبره كيتبين لنا بان الدرك الملكي لم يضمن بتقرير الخبره هذه المعطيات. ما قالش لنا واش فتح الاختام ام لم يفتحها، هذا لم يتم التنصيص عليه اصلا في تقرير الخبره.